استقبلت جموع من المواطنين بمدينة تعز محمد منير هائل بعد عودته من الاختطاف الذي شكل ظاهرة مشينة تجانب كل الأعراف والتقاليد والقوانين، معبرين عن فرحتهم بما اعتبروه انتصار المدنية والأعراف القبلية الحميدة على سطو السلاح وتجسيد ذلك في الإفراج عن محمد منير من الاختطاف في الوقت الذي وقفت فيه حكومة الوفاق موقف العاجز الذليل من الحادثة، معتبرين ذلك هزلية واضحة من الجهات المعنية وتقاعسها عن فرض هيبة الدولة وإرساء قوة القانون. عودة محمد منير أكدت على انتصار المدنية وقيم المدنية وانتصار المواطن لأهمية التحضر والالتجاء إلى تحكيم العقل. عودة محمد منير اليوم تشكل انتصار لقيم النبيلة وانتصار ثقافة الوعي على ثقافة السلاح. اليوم تعز تبتهج باعتبار هذه المناسبة عودة الطمأنينة والأمن والاستقرار، وهذا ما نعهده ونتمنى إن شاء الله تعالى.